لا من اعتقد الاول الفيلم هيكون يعني ممكن يبقى كوميدي سلاش اكشن سسبن، يعني مش عارف لسه الجونرا هتبقى رايحه لفين، بس اعتقد انها هتبقى كوميدي. يعني طمنا زيزي اخبارها ايه؟ زي الفل، زي الفرحه. زيزي حبيبتي لسه ضراير هي وهنا، زيزي دي الكاتبه بتاعت فهمي حبيبه قلبه اللي هنا بتنفسد عليها. لسه دي حبيبتي القلب، لسه زي نفسيه. طب كنت بتاخد ممكن تجيبها اللوكيشن معاك وكده زيزي؟ مره واحده بس اعلان، كان اعلان وصورت معايا فيه، وبعدين بقيت اخاف جدا. يا استاذ حجمها صغنن قد كده، فانا بخاف حد يدوس عليها ولا بتاع، فبخليها طول الوقت في البيت. نورتونا وشرفتونا، والف الف الف مبروك سفاح الجيزه، مسلسل مختلف تماما. بتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وفرحانين ان يكون عندنا دايما اختلافات، يعني انتوا دايما فاهمي، انت دايما بتفكر خارج الصندوق. الحمد لله، فدي حاجه تحسب لك برضو. وانت يا راكين، انت اعمالك اللي فاتت كلها مميزه، يعني انت مش من الناس اللي بتطلع وخلاص. الحمد لله، يعني حتى ناس كتير تقولي احنا بنعرض عليها حاجات وبترفض، فهي يا جماعه هي بتنقي، الست بتنقي. الحمد لله، الحمد لله. نورتونا. كلمه تحبوا تقولوها لجمهوركم عن سفاح الجيزه؟ اقول لهم ان شاء الله يعجبكم المسلسل، ونكون عند حسن ظنكم. والمجهود اللي احنا عملناه كلنا، من اكبر حد في العمل لحد اقل حد، يبان على الشاشه ان شاء الله، ومستنيين رايكم. اتفرجوا على المسلسل يا رب يعجبكم. فاهمي قبل ما اقفل، اتعلمت الطبيخ خلاص؟ لا بتعرف؟ لا نسيت طبعا. نسيت؟ لا طبعا. طب اتعلمت القتل ولا ايه؟ ده حلو، ده ده حلو. طلعنا شحنة، طلعنا شحنة. نورتونا.